السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد، معاكم كريم خلف، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن هل يمكن مكافحة الفيروسات النباتية؟ في البداية زي ما كلنا عارفين إن من أخطر الإصابات اللي ممكن تيجي عندي في الأرض وهي الإصابة بالفيروسات النباتية، لأن باختصار الضرر بتاعها قد يصل إنه ينهي المحصول تماما. تعال نبص بصة على الجدول اللي قدامنا ده وهنشوف فيه أمثلة لنسبة النقص في غلة المحصول نتيجة الإصابة بالأمراض الفيروسية. الجدول اللي قدامنا ده اللي هنتعرف فيه على كمية الضرر أو النقص في غلة المحصول نتيجة الإصابة بالأمراض الفيروسية. طبعا هتلاقي كلام كتير، لكن احنا ممكن ناخد امثلة بسيطة جدا، والجداول دي ان شاء الله كلها هتلاقيها في وصف الفيديو او في ملف بي دي اف في وصف الفيديو، هتلاقي فيه كل المعلومات عشان لو حبيت ترجع لها. لو خدنا مثال، هنا عندنا فيروس موازيك الخيار، وده ممكن يخلي المحصول ينقص من 22.5% ل100% من كمية المحصول. كمان عندنا فيروس الموازيك الأصفر للكوسة الخضراء، وده موجود في السعودية، ده بيخلي النقص عندي قد يصل ل79%، وهكذا. فهنلاقي إن كميات النقص في الغلة كبيرة جدا، وزي ما حضراتكم شايفين الموضوع خطر جدا. طيب يا باشمهندس، هل في علاج أقدر أرشه لو حصل عندي الإصابة بالفيروس؟ للأسف مفيش، وخصوصا في الحالات الحرجة جدا أو الإصابات العالية جدا من الفيروس أو المرحلة المتأخرة من الإصابة بالفيروس. طب في منتجات كتير موجودة في السوق وبيقولوا إنها بتعالج فيروس. للأسف ده كله كلام مش مظبوط. الفيروس لو حصل الإصابة وعدت مرحلة الخطورة فأنا مش هقدر أعالج. المواد قليلة جدا اللي بتقدر تتدخل، وهي في الأساس مواد حماية وليست علاج. وكل المركبات اللي موجودة حاليا في السوق لحد وقتنا هذا هي عبارة عنها مواد بتنشط نموات النبات اللي ما حصلهاش إصابة فيروسية، وبالتالي النبات النمو بتاعه بيكون أسرع من سرعة انتقال الفيروس في النبات، والنتائج بتاعتها مش مضمونة. والمركبات دي بيتم التسويق ليها للحاجة ليها، بمعنى أنا كمزارع لما بلاقي الأرض عندي رايحة في داهية وبخسر خسارة كبيرة، فبضطر إن أنا أدور على أي حاجة تنقذني، وللأسف الشغل ده بيتم من ناس كتير جدا. فنصيحة، بلاش نتعامل بالمركبات دي. الوقاية هي العلاج، والمكافحة مكافحة ناقل الفيروس. نجاح مزرعتك إن أنت ما يحصلكش نقل للفيروس باتباع الخطوات اللي جاية دي. رقم واحد الوقاية. الوقاية يندرج تحتها من بداية اختيار الشتلة والمشتل اللي أنا هتعامل معاه يكون بيكافح كويس، وتكون البذرة بتاعته خالية من أي مسببات فيروسية. بعدها بشوف إن أنا لازم تكون الأرض عندي أو العمليات الزراعية، زي إن أنا لازم أكون منظف الأرض من العوائل النباتية المختلفة، زي بعض أنواع الحشائش اللي بتكون عائل للحشرات والآفات اللي ممكن تنقل لي الفيروس. النواقل للفيروس حاجات كتير جدا، زي ثاقبات المصة ومنها المن والذباب، والخادشات المصة وأشهرها التريبس ونططات الأوراق. وكمان ممكن الفيروس بيتنقل عن طريق حاجات أرضية زي النيماتودة، وممكن الفيروس يتنقل عن طريق بكتيريا أو عن طريق إصابات. كل نوع من أنواع ناقلات الفيروس بيقدر ينقل أنواع محددة، مش كل الأنواع. وفي الحالة دي تعال نبص للجدول ده ونشوف كمية الفيروسات اللي ممكن ينقلها كل نوع. الجدول اللي قدامنا ده جدول استرشادي فيه بعض أجناس الفيروسات والناقل لها هو ايه، سواء من ذبابة بيضاء، الباقي الدقيقي، نططات الأوراق. وطبعا الجدول ده جدول استرشادي علشان نبين لك خطورة المجموعات الحشرية القادرة على نقل الفيروس. هتلاقي ان عندنا المن ده واخد النصيب الاكبر بمجموع حوالي يقدر ينقل 275 نوع من انواع الفيروسات، ويليه الذبابة البيضاء اللي تقدر تنقل 41 نوع، بعد كده نططات الاوراق و 32 نوع، والباقي الدقيقي 10، ونططات النبات 21 نوع. الكلام ده بيقول ان انا لازم اكافح الثاقبات الماصة والخادشات الماصة رقم واحد عندي، علشان هي الناقل الرئيسي للإصابة.
بس في مشكلة كبيرة، وإن الفيروس ممكن يتنقل في لحظات، في ثواني معدودة. يعني بمجرد ما المني يكون عندي موجود في الأرض، اللي حامل للفيروس مجرد ما بيقف على الورقة ويبدأ التغذية من أو ذبابة، في خلال ثواني الفيروس بيكون اتنقل للنبات. طيب في الحالة دي أنا أعمل إيه؟ أغلب المبيدات الكيميائية اللي هنقدر نستخدمها، وممكن نرجع للفيديو الخاص بمكافحة الذبابة البيضاء والمن، وده موجود على القناة وهسيبهولك في الآي اللي فوق. الفيديو ده فيه كل المواد الفعالة اللي ممكن استخدمها لمكافحة المن والذبابة. طيب في الحالة دي أنا هعمل إيه؟ أغلب المبيدات مش هتجيب لي كفاءة 100%، فمعناها إن هيكون عندي بعض الأفراد، وبعض الأفراد دي يعني ممكن يكون فيه فيروس. فوجد إن استخدام الزيت المعدني في فترات تتراوح من 3 إلى 7 أيام بالتوالي في فترات الحرجة للإصابة بالفيروس زي الفترة اللي احنا فيها دلوقتي، خلطا مع المبيد الحشري، أدى لتقليل نسبة نقل الفيروس برقم كبير جدا، أدى إلى تقليل نسبة نقل الفيروس. ولذلك النصيحة هنا إن أنا لازم أكون إن أنا أرش بصفة دورية في خلال 7 أيام، ما يزيدش عن 7 أيام، بالزيت المعدني خلطا مع أي مبيد من المبيدات القابلة للخلط معاه، الخاصة بمكافحة الذبابة والمن ونططات الأوراق. الحاجة التانية، لازم في فترات ارتفاع درجات الحرارة أدخل ببعض رشات سيليكات البوتاسيوم ذات النقاء العالي، ويفضل اللي في صورة سائلة، لأن سيليكات البوتاسيوم في الحالة دي هتعمل طبقة من البلورات الصغيرة اللي موجودة على الأوراق، وبالتالي هتخلي الذبابة والمن يقلل من تغذية المن والذبابة، وبالتالي بيقلل من نسبة انتقال الفيروس. وطبعا ده كان مهم جدا برضو للحلم والأكروسات اللي ليها دور برضو في نقل بعض أنواع الفيروس. يبقى خلاصة الفيديو اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة، إن أنا لازم أكون الوقاية هي العلاج، والمكافحة هي مكافحة نقل الفيروس وليست علاج الفيروس. يا رب أكون أفدتكم أو أضفت معلومة جديدة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.